خطنا انطلق خامس الأشواط والزميل شجاع العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في هذا الصباح وفي السباق المحلي الثاني انطلق على بركة الله شوطنا الخامس للقاية الابكار، ومن مسافة 4 كيلومترات اتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول. هنا رموز وعامر بن محمد بن عامر الجفال النعيمي من يقدم لنا انطلاقة رموز على اول الاسماء واول المراكز. المركز الثاني الوصول من شقا ومحمد بن راشد بن محمد الجفال النعيمي ينطلق مع شقا على ثاني الاسماء، النقلة الى المركز الثالث الوصول من المسك وهزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري من يتواصل مع المسك على ثالث الاسماء. المركز الرابع الانطلاق والوصول في هذه اللحظات من الظبي عبد المحسن بن طالب بن علي بن عماره المري من ينطلق مع الظبي على المركز الرابع. النقلة الى خامس الاسماء من نختتم بها النداء، هنا دروب وفاد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي من يتواصل في هذه اللحظات مع دروب. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الاسماء الحاضرة، للخمسة الشعارات المندفعة على أرضية ميدان التحدي. العودة مع شعار النعيمي على أول الأسماء، هنالك مع رموز النعيمي مع المركز الأول، وعامر بن محمد بن عامر الجفال النعيمي يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات مع رموز. المركز الثاني الوصول والانطلاق من قبل شقا ومحمد بن راشد بن محمد الجفال النعيمي يتواصل مع شقا على المركز الثاني. المركز الثالث وصل بن عمارة مع انطلاقة الظبي وعبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا شعار بن نايفة مع انطلاقة هذا الشعار الكبير وهذا الاسم الخطير من المسك، هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري. وصلت الشعارات، وصلت الاسماء، وصلت من فرقت الصفوف وانطلقت الى المركز الثاني. هنا الشاهينية وراشد بن علي بن مبارك آل بريس المري، وايضا الوصول في هذه اللحظات. مزيد وهل من مزيد يا حمد يا بن سالم يا بن علي يا العرياني، من يقدم لنا مزيد على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من شبا سعد بن حمد بن سالم آل نابت المري، هذا الاسم الكبير، انها شبا مع المركز الثالث. المركز الرابع رموز وعامر بن محمد بن عامر الجفال النعيمي. المركز الخامس شعار بن نايفة مع المسك، هزاع بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري من يتواصل مع المسك، ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى الشاهينية وشعار البريس راشد بن علي بن مبارك آل بريس المري يقدم لنا الشاهينية ومزيد مع المركز الثاني. وصل المحنك في هذه اللحظات مع نجوم هذا
هو المحنك، وهذه هي نجوم وايضا الوصول في هذه اللحظات من الفايز حسين بن سالم بن حسين الدوسري يقدم لنا الفايز مع المركز الرابع، ولكن الشاهينية بشعار البريص نجوم المحنك صاحبة الانجازات تكرر الانجاز تكرر العوايد. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على هذا الاداء، على هذا الاندفاع الكبير والخطير. المحنك بحنكة المضمرين يقدم لنا نجوم. سلام يا المحنك، سلام يا المحنك، سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير وهذا الاداء المميز. تهانينا والناموس لمالك نجوم عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الثاني الشاينية راشد بن علي بن مبارك البريس المري. المركز الثالث كانت حشارة عبد الله بن محسن بن راشد الفهيد المري. المركز الرابع الفائز حسين بن سالم بن حسين الدوسري. المركز الخامس شبا سعد بن حمد بن سالم النابت المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام للمحنك على فوز نجوم عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. 6 دقائق 10 ثواني 11 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نجوم عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري، من قدم لنا نجوم بهذا الأداء الاستثنائي والعرض المميز وتكرر الإنجاز تلو الإنجاز. المركز الثاني كانت الشاهينية وراشد بن علي بن مبارك آل بريس المري الكاموخة. 6 دقائق 15 ثانية 11 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كانت حشارة عبد الله بن محسن بن راشد آل فهيد المري. 6 دقائق 16 ثانية 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع